أعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكانية الوزارة طرح 2756 وحدة سكنية للإنشاء بمشاريع المدينة الشمالية خلال العام 2016. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة قبل حلول نهاية عام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في زيارة تفقدية للمدينة الشمالية قام بها وزير الإسكان بمعية عدد من النواب، استعرض فيها مراحل مشروع المدينة الشمالية والوحدات الإسكانية التي شارفت على الانتهاء. طبعا تأتي زيارتنا اليوم للمدينة الشمالية للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز، وهذا يأتي من ضمن سلسلة من الزيارات موجهة لمشاريع الإسكان بشكل عام ومدن البحرين الجديدة بشكل خاص. العالم المناسب أيضا إبراز ميزة أخرى تمتاز فيها المدينة الشمالية، ألا وهي تنفيذ أكبر عقد شراكة مع القطاع الخاص. لله الحمد سير العمل يمشي وفق البرنامج في معظم أو أغلب حزم المشاريع الموجودة أمامنا. نتأمل إن شاء الله أن المدينة بتكون جاهزة للتشغيل التجريبي مع نهاية هذا العام. والله احنا يعني كما نشاهد في وتيرة العمل من خلال الزيارة اللي دعانا فيها سعادة وزير الإسكان الأخ باسم الحمر، نشاهد فعلا وتيرة أصبحت ذات قبول أكبر من ما قبل، وهو كل ما في الزيارة الآن للطلاع على ما هو موجود من الوحدات السكانية وما هو موجود في الجزيرة رقم 13 و14، ووجود الإسكان كعامل أساسي وزارة الإسكان ودعم من القطاع الخاص في مشاريع السكن الاجتماعي. تتمتع المدينة الشمالية بإطلالة ساحلية ساحرة وموقع استراتيجي، بالإضافة إلى الخدمات المتعددة التي يوفرها المشروع، وتمتاز تصاميم الوحدات السكنية بملائمتها لطبيعة الأسرة البحرينية مع مراعاة توفير مساحة للتوسعة المستقبلية. بداية طبعا نشكر سعادة الوزير والفريق وفريق العمل على هذه الزيارة الاستطلاعية. زرنا المدينة في 2014 في نوفمبر وزرناها اليوم، ونجد بأن حجم البناء حجم كبير، تقريبا 3 أو 4 أضعاف مما رأيناه في 2014 في شهر نوفمبر بعد 1 أو 4 شهور. بالنسبة للمدينة الشمالية أتصور بأن لها خصوصية بطبيعة خصوصية المنطقة أو المحافظة الشمالية بالنسبة لعدد طلبات الوحدات السكنية، وكذلك أن هذه المدينة هي مدينة متكاملة بمعنى تحتوي على كل ما يخدم القاطنين من مشاريع أخرى رديفة للمشاريع السكنية. طبعا يعني زرنا كذا وحدة سكنية اليوم، وصراحة ما يعني ما أود أن أشير له بأن ما رأيناه في هذه الوحدات من اتساع ومن حداثة في بناء هذه الوحدات السكنية شيء يعني يشعرنا بالفخر. نتمنى التوفيق لهذه المدينة، وإن شاء الله وأن ترى النور قريبا. طبعا اليوم نشهد في هذه الزيارة مشروع كبير على مستوى البحرين، مشروع المدينة الشمالية. لا شك ما تقدمه وزارة الإسكان الآن من إنجاز في هذا المشروع يتزامن مع الخدمات البلدية المقدمة للمشروع من صرف صحي وإنشاء طرق ومرافق عامة لهذه المدينة الكبيرة التي نأمل أن ترى النور في القريب العاجل. الحراك الكبير الذي يشهده الملف الإسكاني في الوقت الراهن يعد نتاجا طبيعيا للدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، فقطاع السكن الاجتماعي يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة ليكون طموح المواطن واقعا ملموسا على أرض المملكة. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.